بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. مرحبا بكم متابعين قناة عرب جنو لينكس. اليوم معكم عبد المجيب وراح أعلمكم طبعا حنا استمرارا هذا الدرس الثاني من دروس برمجة الشل سكريبتينج. الدرس هذا راح نتكلم فيه عن أول برنامج تسوي وهو برنامج هلو وورد. طبعا أغلب لغات البرمجة أول برنامج تسوي لازم يكون هلو وورد. ليش هلو وورد؟ بحثت عن المعلومة هذه حبيت أفيدكم بها إنه هلو وورد هذا زمان على بالسبعينات كان في كتاب برمجة خاص بالسي. المبرمج اللي ألف الكتاب هذا كتب العبارة هلو وورد لطباعة البرنامج بهلو وورد والناس مشت على التقليد هذا فقط. بالنسبة للملفات الشل، احنا لنا نشتغل على الشل لازم ننشئ ملف شل ويكون هو اللي قابل للتنفيذ. نفس الملف هذا برمجة الشل عبارة عن نصوص تدخل جوا ملف، تكلمنا عنها الدرس الماضي. الآن لما نسوي أول ملف لنا وفي قواعد معينة أو أسس لازم تتبعها علشان نسوي ملف شل، تمام؟ أول حاجة لازم تعرفها أنه في شيء اسمه شي بانك، تمام؟ أو علامة بانك، علامة شي بانك أو علامة البانك، تمام؟ اللي هي هذه، تمام؟ هذه لازم تكون موجودة بأي شل، تمام؟ خاص باللي هو بالباش. عموما في لغات برمجة ثانية تستخدم هذه، تمام؟ بعدها تكتب بن باش، هذه ضروري تكون أول سطر عندك بالملف البرمجة حقك. حلو، بما ان اليوم نبي نسوي هلو وورد فقط، لذلك احنا راح نطبع كلمة هلو وورد بالطرفية. كيف نقدر نطبع بالطرفية او بالباش او التيرمينال او بالشل؟ نكتب ايكو بالشكل هذا وبعدين تكتب اللي تابي. طب احنا نكتب هلو وورد، تمام، وبعدين تحفظ الملف. هذه الطريقة الاولى، بينما هذه على واجهة رسومية. لو ما كنت على واجهة رسومية في برامج ثانية، طبعا الان هذه الطرفية، في برامج ثانية من ضمن البرامج اللي موجود اللي هو برنامج النانو. النانو تلقائي يفتح لك ملف جديد لما تكتب اسم ملف غير موجود. شلون؟ انا ما عندي ملف اسمه هلو، فلما اكتب هلو دوت اس اتش اللي هو لازم يكون دوت اس اتش الملف، راح يفتح لي ملف جديد. اذا كتبت شيء وحفظته انحفظ، اذا سكرته بدون حفظ خلاص يحذف الملف من الملفات المؤقته. اوكي، راح نكتب هلو دوت شل بالشكل هذا، نضغط انتر. الان فتح لنا ملف فاضي، ملف شل فاضي. اوكي، راح نكتبه هنا بالشكل هذا، بن باش ايكو هلو وورد وورد. اوكي، بالشكل هذا. ممكن طريقة ثانية ممكن تسوي الملف هذا، ممكن تسويه بالواجهة الرسمية زي ما تشايف هنا، ممكن تروح لما تفتح ملفات الهوم مثلا عندك وتسوي ملف جديد، او مثلا تسوي ملف بالشكل هذا وبعدين تحفظه، مثلا تسوي سيف از. تمام، خلونا نحطه بالهوم، وين راح الهوم؟ فوق هنا الهوم، تمام. خلونا نحطه هنا مثلا، شو نسميه؟ نسميه هلو دوت شل، انتر. حلو، طبعا المميز ببرامج الواجهه الرسوميه انها تلون لك، فانت زي ما شايف لما اكتب بالذي يطلع الوان. ممكن انك تضيف سطر ثاني، مثلا تضيف تكتب this is me وتكتب اسمك مثلا عبد المجيب. اوكي، خلاص تحفظ الملف. الان كيف نشغل الملف؟ كيف نسوي له تنفيذ؟ طبعا برنامج النانو عشان تسكره تضغط كنترول اكس، راح يقول لك هل احفظ التغييرات او لا. انا ما بحفظ التغييرات حاليا. كيف اشغله؟ تروح على المكان اللي موجود فيه. المكان الموجود فيه الملف هذا هو مجلد الهوم حقي، لذلك ما راح احتاج اني اروح المكان. راح اسوي نقطه شرطه وبعدين اكتب اسم الملف لهلو بالشكل هذا دوت شل، انتر. لاحظ انه قال لك permission denied. permission denied هذا يعني انه ما عندك تصريح انك تنفذ ملف الشل هذا. ليش؟ السبب انه ما اعطيت انت البرنامج تصريح انه يتنفذ. برامج الشل وملفات الشل لازم يكون فيها تصريح اكس او اللي هو اكسكيوتبل. شلون اسوي اكسكيوتبل؟ تكتب سودو تشينج مود زائد اكس دوت عفوا هلو دوت شل، انتر. الان احنا اعطينا الملف هذا تصريح انه يكون قابل للتشغيل. لو عدنا العمليه اللي قبل شوي كتبنا هلو انتر، لاحظ انه كتب لي هلو وورد ذيس از مي عبد المجيد. الى هنا انتهى درس اليوم، اتمنى انكم استفدتوا. باختصار شديد لازم تستخدم البن باش هذه بالبدايه. لازم يكون الملف اكسكيوتبل، افتحه باي محرر نصوص عندك واحفظه ونفذ، بشرط انه يكون المسار حقه اسم الملف يكون بنهايته نقطه اس اتش ايا كان. مثلا هلو تقدر تكتب مثلا اسمك، مثلا اسمك احمد تقدر تكتب احمد دوت اس اتش اللي تبي. وفي النهايه تعطي الملف تصريح اكس اللي هو اكسكيوتبل وتشغل البرنامج عن طريق الطرفيه بالشكل هذا، تحط نقطه وبعدين اسم الملف اللي تبي مثلا هلو هلو، وبعدين تنفذ البرنامج بالضغط على انتر. ملاحظه قبل ما نخلص انه اذا انت بتسوي شل خاص بدء التشغيل، فبدل ما تكتب باش تكتب شل بالشكل هذا. انتهى درس اليوم واشوفكم ان شاء الله بالدرس الجاي. باي باي.